غراس الجنة من أذكار السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. صحيح الأدب المفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. صحيح أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم. غراس الجنة من أذكار السنة. إعداد وتقديم معاذ بن خالد المسلم.